اهلا بيكم. بيبدا فيلمنا بمجموعه اصدقاء اللي قرروا في يوم يعملوا مغامره ويدخلوا جوه كهف مهجور، لكن بعد 10 دقايق اكتشفوا حاجه غريبه ومرعبه بتخليهم يخرجوا بره الكهف بسرعه علشان يطلبوا المساعده. لكن المفاجاه لما واحده فيهم بتخرج بتكتشف ان الارض كلها اتغيرت، والارض بقت عباره عن صحراء وعواصف رمليه، وبتشوف في السماء سفينه فضاء طايره، وبتكتشف ان عدى 5000 سنه بره الكهف وهما موجودين جوه. يلا بينا نعرف قصتنا، بس قبل ما نبدا ما تنساش يا صديقي تظبطنا باللايكات وتشترك في القناه، والاهم من الاشتراك انك تفعل جرس الاشعارات علشان يجيلك اشعار بملخصاتنا اول باول. يلا بينا نشوف قصتنا. فيلمنا بيبدا مع عالم الاثار هوبر، واللي بيكون بيدور على عيلته اللي اختفت بعد ما نزلت في السبعينات في كهف علشان يدوروا على ينبوع ميه، واللي كانوا بيعتقدوا ان عنده قدره على استرجاع الشباب والصحه وبيعالج اي مرض. ولسه هوبر بيمشي في المكان فبيلاحظ كهف بعيد، فبيروح علشان يدخله ويستكشفه. في الوقت ده الكلب بتاعه كان قلقان وشكله حاسس بحاجه غريبه، ولكن هوبر بيكمل طريقه وبيدخل الكهف وبينور بالكشاف، وبيلاقي فيه واحد واقف قدامه ولابس لبس انسان بدائي، واللبس ده بيعرفه ان الراجل ده مش من الزمن بتاعنا، وبيكون واقف مكانه مش بيتحرك خالص كأن الزمن وقف فيه جوه الكهف. فبيخاف هوبر وبيرجع وبياخد عربيته وبيجري على البيت، وبيقابل في البيت اتنين صحابه اسمهم تيلر وجاكي، واللي كان مخطط انهم يساعدوه في الرحله ديت، لكنه بيقرر انه يروح للكهف لوحده وبيقول لهم ان الخطه اتغيرت. وبيرجع بعدها هوبر للكهف لوحده، واول ما بيدخل بيكتشف طبقه غريبه زي الغلاف الجوي بتفصل الكهف عن العالم الخارجي، ورغم من كده بيقرر ان هو يدخل جوه الطبقه ديت. واول ما بيدخل بيتحرك الراجل البدائي اللي كان واقف متجمد، وبنرجع لاصحاب هوبر واللي كانوا قلقانين عليه جدا لان عدى يومين ولسه ما رجعش ولا حتى اتصل عليهم من وقت ما مشى، فبيقرروا انهم يروحوا يدوروا عليه عند الكهف. وعلشان هوبر كان اخد العربيه بتاعتهم بيتصل تيلر بكارلا صاحبته علشان تجيب له عربيه والدها، وفعلا كارلا بتوافق انها تجيب العربيه وهتاخد معاها اختها فيفس علشان عندها ابحاث عن الكهوف في مدرسه، والرحله ديت هتساعدها انها تعمله. وفيفس كمان بتجيب صاحبها تومي وبيروح معاهم الرحله، وبيتحركوا فعلا وبيروحوا للموقع اللي هوبر كان قايل لهم عليه، وبيلاقوا هناك عربيه غريبه وبيعرفوا انها عربيه اهل كوبر من الصور اللي موجوده جواها، وبيلاقوا حبل قديم ممدود لداخل الكهف، ولما بيمشوا وراه بيلاقوا الحبل مقطوع من جوه، وبيعتقدوا ان الحبل ده مش بتاع هوبر لانه باين عليه انه قديم جدا، وبيقرروا انهم يستخدموا الحبل بتاعهم ويدخلوا كلهم جوه الكهف، ولكنهم بيسيبوا تومي بره لانه خايف ينزل. واول ما بينزلوا تكتشف كارلا نفس طبقه الغلاف الجوي اللي كان بتفصل الكهف عن العالم الخارجي، وبتلاحظ ان الهواء جوه مختلف عن الهواء الطبيعي، وبيقرروا انهم يعدوا للجنب التاني من خلال الطبقه ديت. وبنروح لهوبر اللي كان ماشي ورا الراجل البدائي جوه الكهف، لكن وقتها بيلاحظ حاجه غريبه وكان حد ضخم بيشغل كشاف وبيطفيه، وفجأة بيسمع صوت حد بيصرخ فبيهرب على طول من الكهف. وهوبر اللي كان داخل الكهف بس من 5 دقايق والنهار كله كان طالع، اول ما بيخرج بره بيلاقي ان الوقت بالليل وشكل المكان بقى مختلف عن الطبيعي، ولما بيروح لعربيته بيلاقي ان الشجر مغطيها وكأنه عدى عليه عشرات السنين جوه الكهف، وبيلاقي كمان عربية كارلا وشنطة جاكي، فبيعرف انهم نزلوا يدوروا عليه، فبيقرر وقتها انه يرجع تاني للكهف علشان يدور عليهم. وبتكون المجموعة جوه الكهف وبيسمعوا صوت صريخ، فبيخافوا وبيقرروا انهم يطلعوا بره الكهف، وبتقرر جاكي انها تخرج الاول وتطلع من الكهف بالحبل، ولكن الحبل بيتقطع بيها وهي طالعه وبتقع على الارض وبتتصاب، وبيتصاب تيلر في ايده وهو بيحاول يلحقها، ولما تيلر بيسحب الحبل التاني بيلاقي هو كمان مقطوع، وبيفتكروا ان تومي هو اللي قطع الحبل علشان يهزر معاهم، وبيحاولوا يكلموه عن طريق اللاسلكي لكنه مش بيرد عليه. وبعدها بيسمعوا صوت مكتوم خارج من اللاسلكي وبيطلب النجده، وبيفتكروا ان هو تومي، لكنهم بيعرفوا بعدها ان الصوت جاي من جوه الكهف، فبيقرروا انهم يروحوا يدوروا عليه ويسيبوا جاكي في مكانها لانها مصابه. وبيوصلوا للناحيه الثانيه فعلا وبيلاقوا الحبل مقطوع، وبيتصدموا لما بيلاقوا جثه تومي ورقبته مكسوره جنبه، وبيلاقوا الكاميرا بتاعته مرميه جنبه، وبيشغلوا التسجيل اللي موجود على الكاميرا علشان يعرفوا ايه اللي حصل، وبيلاقوا تومي كان مسجل فيديو لنفسه وهو بيقول فيه انه لقى دفتر ملاحظات ابو هوبر واللي مكتوب فيه ان الكهف فيه ميه سحريه عندها القدره عن شفاء اي مرض، وده لان اخت هوبر عندها مرض خطير، فقرروا اهلها انهم يروحوا للكهف ويدوروا على الميه السحريه علشان يعالجوا بيها بنتهم. وبيلاحظوا ان عدى على تومي ايام وهو مستنيهم بره الكهف، وعلشان كده هو نزل يدور عليهم جوه الكهف لانه اعتقد انهم ماتوا، وبتكون الايام اللي عدت على تومي بره الكهف هي مجرد دقائق بالنسبه لاصحابه جوه الكهف. وبيبان هو نازل بالحبل في الفيديو انه شاف حاجه غريبه، وبعدها الحبل بيتقطع وبيقع على الارض، ولكنه بيبقى لسه عايش وما ماتش، وبيغمى عليه لمده ساعه، وبعدها بيكلم تيلر على اللاسلكي، وبعدها في الفيديو بيظهر الانسان البدائي
جاي وبيقتله، ولحد هنا وبيخلص الفيديو. وهنا بتلاحظ فيبس ان في حاجه غريبه في الوقت والتاريخ بتاع التسجيل، مع انهم بقالهم ساعه واحده بس جوه الكهف، وعلشان تيلر وجاكي مصابين بيبقى مفيش قدامهم غير كارلا وفيبس يدوروا على حد يساعدهم. فبتقرر كارلا انها تطلع الاول، وفعلا بتنجح انها تتسلق الحجر وتطلع من الكهف. واول ما بتخرج بتلاقي نفسها في مكان مختلف وغريب جدا عن المكان اللي دخلوا فيه، والمكان كله عباره عن صحراء وصخور، والهواء بيكون مختلف، وبتكون كارلا مش قادره تتنفس. وبتشوف كارلا عاصفه رمليه جايه ناحيتها، وبتشوف حاجه ضخمه طايره في السماء على شكل مثلث، وبتحاول انها تتصل بالشرطه ولكنها مش بتلاقي شبكه، وبتقرر انها ترجع جوه الكهف تاني. واول ما بتدخل اصحابها بيستغربوا انها رجعت بسرعه جدا، وبيقولوا لها انت لحقتي، انت طلعتي بره الكهف لمده ثواني وجيتي على طول، انت هتشتغلينا. بس هي بتقول لهم انها خرجت من اكتر من ساعه، وبيفهموا وقتها ان الوقت بره الكهف بيعدي اسرع من الوقت جوه الكهف، وان الوقت جوه الكهف تقريبا واقف مش بيتحرك. وبيفهموا ان الحبل اللي بره الكهف عدى عليه وقت طويل علشان كده اتقطع وهم بيحاولوا يطلعوا بيه، لانه بقى قديم جدا. ولما بيتفرجوا على التسجيل اللي موجود في الكاميرا من تاني بيلاقوا ان الشمس بتشرق وبتغرب بسرعه كبيره جدا، وكمان الصيف والشتاء بيعدوا بسرعه وبتعدي ايام في ثانيه واحده. وقتها بيعرفوا ان عدى عليهم في الكهف حوالي 5000 سنه، واللي عدت عليهم كانها ساعه. ولما بتحاول كارلا انها تطلع تاني بره الكهف بتلاقي سلم متطور جدا بينزل جوه الكهف، وبينزل من عليه انسان شكله غريب ولابس بدله فضاء. وفجاه بيظهر الانسان البدائي وبيهجم على الانسان الفضائي، وبيقدر الانسان الفضائي ان هو يقتله. فبيخافوا الشباب وبيجروا جوه الكهف، بس جوه بيلاقوا جثه انسان بدائي تاني واهل كوبر كمان مقتولين. وفجاه بيظهر قدامهم ثلاث اشخاص من اهل الكهف، وبيفهموا انهم اللي قتلوا اهل الكوبر. وبيروح تيلر علشان يهجم عليهم، ولكن واحد منهم بيقتله وبيخلص عليه. فبتخاف البنات وبيهربوا بسرعه للناحيه التانية. ولما بترجع كارلا بتلاقي تيلر ميت، وبيظهر الانسان الفضائي وبيشيل جثه تيلر وبيحطها في الميه الموجوده جوه الكهف. وفجاه تيلر بيرجع للحياه تاني وكانه ما حصلوش اي حاجه، وبيجي اهل الكهف وبيهجموا على الانسان الفضائي وبيقلعوا الخوذه بتاعته. والانسان الفضائي بيبقى مش عارف يتنفس من الهواء الموجود جوه الكهف، ولكنه بيقدر ان هو يخلص على البدايه قبل ما يموت. وهو بيموت بيشغل فيديو للمجموعه وبيوريهم الاخبار وهي بتتكلم عن اختفاء البشر من على الارض، وبيفهموا ان البشر سابوا الارض لانها بقت غير صالحه للحياه بسبب التلوث، والبشر سافروا للفضاء وعاشوا على كوكب تاني. وبيفهموا بعد كده ان مفيش قدامهم غير اختيارين، يا اما يسافروا للكوكب التاني او يفضلوا عايشين جوه الكهف على طول. وبيظهر في الكهف وهوبر وهو مصاب على الارض، وبتظهر قدامه طبقه غريبه فاصله ما بينهم، وبتظهر من الناحيه التانيه اخت هوبر اللي كانت ميته من السبعينات، واللي بتكون معاها ناس كتير من ازمنه مختلفه وشكلهم غريب، وكلهم واقفين كان الزمن وقف عندهم. وهوبر بيشرح لهم اللي فهمه ان الكهف عباره عن حلقه جوه حلقه من الزمن، وكل حلقه لها الزمن بتاعها، والغرض منها حمايه مياه البير. فبيستخدموا المياه السحريه وبيعالجوا بيها جاكي، وكمان بيرموا فيها جثه تومي علشان يرجع للحياه تاني. وفجاه بيدخل عليهم انسان بدائي وبيهاجمهم، ولان مجموعه مش قدامهم مكان تاني يروحوه فبيقرروا انهم يطلعوا بره الكهف ويستخدموا السلم بتاع الانسان الفضائي. ولما بيطلعوا بيلاقوا طبقه غريبه شبه الميه بتفصل ما بينهم وما بين فتحه الكهف، فبتحاول كارلا انها تعدي من الطبقه دي، وفجاه بيمسكها مخلوق غريب وبيطلعوا انهم بشر، لكن اجسامهم متطوروا بعد ما عاشوا في زمن مختلف، وبيلبسوا كارلا قناع علشان تقدر تتنفس. وبعد فتره بسيطه جوه الكهف واللي بتكون مده كبيره بره الكهف بترجع كارلا وهي لابسه بدله فضائيه وكمان معاها حبل متطور من المستقبل، وبتطلع المجموعه كلها وبتنقذهم، وكمان بتنقذ هوبر وعيلته، وبيطلعوا كلهم وهم مستغربين من اللي حصل. وبنشوفهم هما راكبين سفينة فضائية واللي هتنقلهم علشان يعيشوا في كوكب تاني جديد. وهنا بيخلص فيلمنا. انا عارف ان الملخص عجبك، فياريت تدعمنا باللايك والسبسكرايب، واهم حاجة تفعل جرس التنبيهات علشان توصلك باقي ملخصاتنا. اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.